بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. يعطيكم الصحة كامل اللي سقسيتوا عليا، ميرسي بوكو. والفتوني أنا توجو هكذا نغيب ونعاود نولي، دونك إن شاء الله هاد الخطرة وليت لكم بدي روسيت جدد، أفكار جديدة للصيف إن شاء الله، وإن شاء الله كامل اللي كانوا مع الامتحانات تاع ولادهم يكونوا خدموا وربي ينجحهم كامل. دونك اليوم جبت لكم اون روسيت سبيسيالمون للدراري صغار مع لافان تاع لي زيكزامان، ان شاء الله تعجبكم الفكره وتجربوها لهم. جبت لكم روسيت تاع دي كريب بدون بيض، يعني ما فيهمش البيض، والنتيجه ناجحه 100%، يعني ما يتفرقوش كامل على لي كريب اللي نديرو فيهم البيض. ودرت ثاني حشو هكذا، فكره جديده، يعني اكيد وكان تجربوهم يعجبوكم. دونك نبداو لا روسيت مع بعض. عندنا هنايا 200 غرام فارينة نكونوا جوزناها على الصفاية، ندير قرصة ملح، ندير مغرفة صغيرة لافاني، نزيد لها 40 غرام سكر عادي، ونزيد لها 4 مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية نجوزوها على الصفاية كيف كيف. من بعد نزيدو 40 غرام مارغرين ذوبناها ونخلوها تبرد شوية. هادو واش كاين مكونات، نخلطوهم مع بعض، ونزيدو الحليب نص ريتلة، يعني 500 مليليتر تاع الحليب يكون عادي ماشي سخون، ولا نبداو نزيدو فيه غير بالتدريج ونخلطو بلو فوي ولا بالمغرفه ولا من بالباتور تاني، المهم تكون لا فيتيس هكا قليله حتى يولي لنا هذا الخليط متجانس. هذيك النص ريتلة تاع الحليب ما حطيتهاش كامل، خليت منها تقريبا زوج مغارف كبار. علاش؟ باش هنايا جبت زوج مغارف كبار تاع كاكاو يكون نوعيه مليحه من الاحسن، نرمي عليها شويه من هذاك الخليط تاع لي كريب اللي واجد، الكميه اللي حبيتو نتوما، حبيتو ديروا تاع لافاني كتر ولا تاع الكاكاو كتر نتوما تتحكموا. وشنو هذوك زوج مغارف كبار اللي خليتهم الحليب نزيد نفرخهم فوق الخليط تاع الكاكاو باش يجيني سوا سوا، يعني ما تجينيش عقده بزاف هذيك لاباط تاع لي كريب تاع الكاكاو. هذا ما كان تكون لاباري تاع الكريب ديالنا واجدين. هنايا من الاحسن تخلو لاباط ديالكم ترتاح قد ما تقدروا، كيما تقدروا كل ما تخلوها ترتاح كل مره على مره تجو تحركوها باش ما يديروش لي غرومو، سينو كي تكونوا مزروبين تقدروا تخدموا بها ديريكتومون. وشنو صفيوها من الاحسن باسكو تكون هذيك الفارينه مازال ما دابتش مليح، مي تنحوا لها هذيك لي غرومو بالصفايه، هذه هي وتكون لاباط واجده. ونبداو نطيبوها. دونك الطريقه تاع لي كريب يعني نورمالمون معروفه، ما كاش لي ما دارهاش، مبتدئات صغار ولا الكبار. نجيب لا كريبيير ديالي ولا اي مقله عندكم في الدار، المهم ما تكونش تلصق، ومن الاحسن ما تلصقش وتضمنوا فيها. في الاول ادهنوها بشويه مارغرين هكذا ولا زبده ولا، مي ما تكثروش المارغرين بزاف. ونحطوا لي كريب ديالنا نطيبوهم، كيما تعرفوا قد ما يكونوا لي كريب رقاق يكونوا يمدوا لكم نتيجه مليحه. طيبت انايا لي كريب ديالي البيوضه في كريبيير كبيره، وهذوك لي بالكاكاو خليتهم طيبتهم في هذه المقله الصغيره باش على جال لا ديكوراسيون، برك باش ندير دو ديكوراسيون. انا كي ندير هذوك لي كريب الملويين، هذوك الملويين فوالا، ما نحبش ندير بحبه كريب كبيره يجوني بزاف هكا ملويين ايتو، دونك الملويين حبيت نديرهم صغار. هذا مكان كي يطيبوا لي كريب نحطوهم فوق بعض ونغطوهم هكا بان طوغشون ولا ان ساشي ونخلوهم يبردوا لنا شويه لو طون اللي نوجدوا لا فارس. انا هنا كيما قلت لكم درت لكم اون فارس هكا سبيسيال بزاف هايله. كاين هادو لي كريب البيوضه درت لهم هاد لا فارس، هنا عندي نص حبه بنان، يعني لا كونتيتي بيان سور نتوما شحال راكم رايحين تخدموا. حطيتها في مقله، درت لها شويه تاع لا مارغارين مع شويه سكر باش هكذا ندير هذاك شويه نكراميليزي هاد البنان. فوالا هذا ما كان ما تشدش كامل الوقت، قسمه هكذا يعني تقدروا تقولوا دقيقه ولا زوج من وجه ودقيقه ولا زوج من وجه الاخر. فوالا هذه هي. وهنايا رايحه ندير لا فارس تاع لي كريب هذوك تاع الكاكاو. عندي هنايا شويه من لي زاموند ايفيلي محمصين، زدت لهم شويه من القطايف محمصين، تقدروا تقولوا كيله تاع اللوز مع نص كيله تاع القطايف المحمصين، ونطمهم بلو شوكولا اتختيني لا مارك اللي حبيتو. هذه المرجان راهي بزاف هايله، الوجدان ماشي المرجان، لا المرجان فوالا، المرجان بزاف هايله. الوجدان ما عندهمش شوكولا اتختيني يعني فوالا، يعني هذه المرجان. هذا مكان باش حتى يولي لي هذاك الخليط مطموم وهكا شويه متلوق باش هكا قد ما يقعد في لي كريب ديالنا ما يطولوا، باسكو القرمشه ديالهم رايحه تقعد، يعني نضمن لكم تقعد حتى اليومين. ولي كريب يعني اون جينيرال ما يقعدولناش، ناكلوهم جدد. هذه هي جبت انا لي كريب ديالي هادو تاع شوكولا،
نحط لهم لا فاكس ديالهم كشغل انا رايحين نخدموا بوراك يعني سيو مت مت ما تطويوش الاطراف زعما بزاف هكا باش ما تجيكمش لداخل ملويه بزاف يعني لا فاكس اللي تكون كتر. هذا مكان نكملهم كامل بلا ميم فاسون ونزيد نجوز لي كريب تاع لافاني. فوالا شوفوا النتيجه كيفاش خرجوا، جاو هايلين كما قلت لكم، ما تفرقوهمش كامل على اللي موالفين، ديروهم بالبيض. دونك ديجا حاجه مليحه نقتصدوا شويه في البيض، راكم تعرفوا شحال راهو غالي. المهم دونك هنايا نبدا نفخص لا فخص تاع هادو البيوضه، ما كنتش ناويه ندير فيهم هادي اللي درتها في تاع الكاكاو، مي كي قعدت لي قلت الي نزيدها وخلاص. كنت ناويه ندير فيها غير هذاك البنان و لا باتا تارتيني، مي درت مليح كي درتها باسكو هاد لا فارس هادي بزاف هايله، ننصحكم تجربوها في لي كريب خرجت توب. دونك درت في النص الاولاني هذيك لا فارس تاع القطايف ولا موند افيلي، زدت شويه لا باتا تارتيني وزدت حطيت شويه لي زامونت كيما كلشي راهو باين في لا فيديو. ومن بعد طويتها وحطيت هذاك لا بانان كاراميليزي، زدت عليها شويه لا باتا تارتيني والباقي كيما راكم تشوفوا لا ديكوراسيون نتوما والذوق ديالكم. كما تعرفوا لي كريب هذا هي الزواق ديالهم من لا كونفيتور حتى لو شوكولا اتارتيني لي فروي، ديروا فيهم كما تحبوا نتوما والذوق ديالكم والذوق تاع الدراري ديالكم. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من لا فيديو تاع اليوم وديتوا منها افكار. نعاود نقول لكم ننصحكم تجربوا هاد لا غوسيت باسكو بزاف بنينه، بزاف خرج هذاك لا فارس خرجت تري بيان مع هاد لي كريب. نبدلوا شويه من داك نوعو، وهذه هي ونتلاقاو في الفيديو الجاية إن شاء الله.